حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال خبراء اقتصاديون إن الدولار سيدمر العراق وإن ملاحقة الحكومة لشركات الصرافة ضعف وليس قوة. وأضاف الخبراء أن بيع الدولار يجب أن يدار وفق مبدأ الربح فقط، وإن على البنك المركزي ترقيم عمل الصرافات المحلية والتقليل من المصارف التي تجاوز عددها 80 مصرفاً. ورجح الخبراء انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وارتفاع قيمة الذهب والنفط ليصل سعر البرميل الواحد إلى أكثر من 100 دولار. بلغت مبيعات البنك المركزي في العراق من الدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي. وقالت مصادر صحفية إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام باع 1.1 مليار دولار بمعدل يومي بلغ أكثر من 200 مليوني دولار، مرتفعاً عن الأسبوع الماضي بنسبة 3%. وأوضحت المصادر أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1,305 دنانير للدولار الواحد. قال مكتب الإعلام والمعلومات بحكومة كردستان العراق إن المشكلات بين أربيل وبغداد فنية واقتصادية ومالية وإدارية، ولا ينبغي أن تسيس قضية رواتب الموظفين. وأضاف المكتب أن هناك أطرافاً سياسية تسيس حقوق كردستان العراق بما يتعارض مع الدستور، مؤكداً أنه لم يتم إرسال المستحقات المالية لكردستان العراق على الرغم مما وصفه بالتفاهم الجيد مع رئيس الحكومة محمد السوداني بهذا الخصوص، مطالباً بالتعامل مع كردستان العراق ككيان معترف به في الدستور الحالي والمجتمع الدولي. اتهمت لجنة النقل والاتصالات النيابية وزارة الاتصالات بدعم شركات على حساب أخرى، مؤكدة أن ذلك يعد مؤشراً سلبياً في أداء الوزيرة. قالت اللجنة إن وزارة الاتصالات خلقت جواً مشحوناً بين الشركات المتعاقد معها، متهمة إياها بإيقاف تطوير مشروع الكيبل الضوئي والتوجه إلى تقسيم العراق إلى زونات الواي فاي بما يخالف مشروع الكيبل الضوئي المنتظر. كما انتقدت اللجنة رفض الوزيرة الحضور إلى اللجنة لجنة النقل والاتصالات النيابية للإجابة على استفسارات اللجنة بشأن أدائها وإدارتها للوزارة. ارتفعت أسعار الطماطم في كردستان العراق بمعدلات قياسية بعد قرار لحكومة أربيل بمنع دخول المحاصيل من وسط وجنوب البلاد. وكانت وزارة الزراعة في حكومة كردستان العراق أعلنت قبل أيام منع دخول محاصيل الوسط والجنوب، مؤكدة أنها ليست محاصيل عراقية بل مستوردة، ملمحة إلى المحاصيل الإيرانية ومتهمة بغداد بالإخلال بالاتفاق الذي كان يستهدف حماية المحاصيل الوطنية في العراق. هذا وبلغ سعر كيلو الطماطم أكثر من 750 ديناراً بعد أن كان لا يتجاوز 600 دينار للكيلو الواحد. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.